تحكم على لاعب انه مثلا كان متميز جدا ويقعدوا طول الليل على القهاوي يقولوا كويس ده المستكاوي تاني يوم مديله 5 ولا 6 يقول لك لا ده كان وحش يعني يغيروا على 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 اساس الرقم او الدرجه اللي مديها له نجيب المستكاوي. فكان عنده مصداقيه لدى الناس. اهم سبب ليها هو انه معروف انه مش متلون يعني مش ما عندوش لون. انما كان في الوقت ده كل الصحفيين الرياضيين كانوا معروف انتماءاته طب ايه الحاجه اللي حضرتك سعيت الى تحقيقها في شخصيتك كصحفي وناقد رياضي طوال مشوارك وصولا الى القياده في العمل الصحفي ورئاسه التحرير ومنذ البدايات من اول يوم صحافه؟ ايه الحاجه اللي حضرتك بتقول انا ازعم ان انا قدرت احققها في عملي الصحفي وان ده لوني وشخصيتي ككاتب صحفي او ناقد رياضي، او اللي كان هدفك من اول يوم في العمل الصحفي انك هذا الشكل هو او هذه الشخصيه الصحفيه هي اللي تود ان تقدمها للقارئ؟ الموضوعيه. الموضوعيه بمعنى انه انا اشوف شغلك مش فاكش انت كشخص، يعني قد يكون فيك عيوب شخصية تتصل بشخصيتك يعني، لكن انت مهنتك مقدم برامج، فانا هقيم مقدم البرامج اللي فيك مش الشخص. انا مش بحبه ولا ما بحبوش، مش الشخص، مش الشخص ده يعني مثلا انتماءه ايه، دينه ايه، توجهه متفق ولا مختلف معايا او قريب او بعيد، اراءه السياسية، اراءه الاجتماعية، قيم عمله، انتاجه، قيم عمله. فهي دي الموضوعية، ان انا الموضوع اللي انا بقيمه ايه؟ الموضوع هو المهنه دي. ده كمحامي ايه تقييمه؟ ده كصحفي ايه تقييمه؟ ده كمقدم برامج ايه تقييمه؟ مش تقييم الشخص نفسه. نفصل بين الشخص وبين المهنه. فالموضوعيه مهمه جدا في التقييم. كيف حاولت او استطعت ان تحقق الدرجه التي ترغب في تحقيقها من الموضوعيه في العمل الصحفي رغم حبك المعلن وانتمائك الكبير جدا للنادي الاهلي؟ ما هي الموضوعية لازم تبقى فاهم انت بتقيم، عشان ما تنحسش للتقييم الشخصي لازم تكون فاهم المهنة، فاهم الشغلانة، عشان تقول ده كويس ولا وحش في شغلته كحكم ولا كلاعب ولا كمدرب. وانا كنت الحاجات دي كلها. فانت بتقيم الاداء المهني مش الشخص. هل كنت تقصو احيانا على فرق النادي الاهلي في الكرة او في اي رياضة اخرى ممكن حضرتك تتابعها لو كانت مش على المستوى في مباراة او في فترة من الفترات رغم حبك الكبير للنادي الاهلي؟ لا ما كنتش اقصو على حد مخافة ان يتقال ان انا اهلاوي. يعني النادي الاهلي لو كويس هقول كويس، لو كويس قوي هقول كويس قوي، وما خافش يقولوا ده بيجام. وكانوا بيقولوا ان ده اصل ده بيجامل، ما هو اللي عايز يلاقي في الورد عيب يقول احمر الخدين. فما كانش بيهمني، ما يهمنيش، انما انا برضي ضميري. وبعدين النادي الاهلي ما بيحرجنيش لانه دايما في اتجاه الفوز والانتصارات. ما بضطرش ده الغالب دايما، ما بضطرش اقول وحش دي كتير يعني، بس انا بيحصل بقول. انما يعني ما عنديش يعني تفرقه بالانتماء او بالحب او بالكره. والحمد لله ده اسمر يعني، وده يعني الحمد لله انا خدت الاتجاه ده. ايه الحاجه اللي ممكن حضرتك تكون سعيد النهارده وراضي عن انك قدمتها لاجيال اصغر من الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عصام عبد المنعم خلال توليك رئاستهم او قيادتهم في العمل الصحفي، وتقول انهم تعلموها من القائد او الرئيس في العمل عصام عبد المنعم؟ كنت حريص قوي على نقلها لكل من يعني يعمل تحت قيادتك في العمل الصحفي. انه يعني ضميرك هو الحكم. يعني انك لما تيجي بالليل تنام تحط كده على المخدة حاسب نفسك. واعرف ان ممكن انت كلمة قلتها بقسوة غير مبررة في نقدك لحد تخليه مش نايم دلوقتي، تخليه حزين، تخليه مقهور. لو كنت تجنيت عليه في الكلام ده لو ما كانش يستحق النقد ده، يعني لو كنت جرحته. فانه ربنا ادالك الامانة دي اعرف ان ربنا اقسم بيها سبحانه وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. انت بتكتبه ده بتسطره ده، فهو تكليف ومسؤوليه لاي شخص بيكتب. فقد كده هذا شيء عظيم المولى سبحانه وتعالى بيقسم بيه. فخلي بالك وانت بتكتب وانت بتقول
عشان ما تجرحش حد. وممكن تقول قوي العيوب والنقائص والحسنات والمميزات تقولها بدون ما تجرح، وأسلوب يعني زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دايما كان ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني النهاردة لو حضرتك بتطالب الأجيال الأصغر والأجيال الصاعدة من النقاد ومن الصحفيين الرياضيين بأي مطلب رئيسي، بتحملهم أمانة، بتقولهم كونوا